تسير دولة الإمارات العربية المتحدة بخطى ثابتة لعام 2021، عام تتوج فيه الإنجازات الرائدة وتسطر فيه الرؤى المستقبلية بحكمة. 2021 عام التتويج باليوبيل الذهبي لدولة آمنت باللامستحيل، وهو أيضا عام سترحب فيه بالعالم على أرضها في إكسبو دبي. حدثان استثنائيان لدولة استثنائية، دولة تميزت في مختلف القطاعات لتحتل المراتب الأولى عالميا وعربيا في العديد من المجالات. 50 عاما من التنمية والتميز والسعادة لمواطنيها والمقيمين على أرضها. 50 عاما سيتزامن الاحتفال بها بتنظيم أروع حدث في العالم، إنه إكسبو دبي. أبراج شيدت، أحلام عانقت الفضاء، نساء سطرن مسيرتهن بأحرف من ذهب، قطاع صحي نموذجي، أمن واستقرار لا مثيل لهما، ذكاء اصطناعي، وأكبر الشركات التكنولوجية اتخذت من الإمارات مقرا رئيسيا لها. مسيرة انطلقت منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لتتواصل بخطى ناجحة نحو مستقبل مشرق.